كل خوليو غليسياس يوصلنا 27 دقيقة نعملوا طلة على حالة الطقس تويتر. نبداو بكميات الامطار المسجله البارح ولايه نابل اللي نلقاها في المرتبه الاولى في تونس بين 2 الى 23 ملم، بنزرت من 4 الى 13، منوبه بين 2 الى 12 ملم، باجه بن عروس من ملمتر ل 9، ريانه 8، الكاف سليانه 8 ملم، كيف جندوبه اقل ب 6 ملم، زغوان 4، ولايه القيروان اللي تسجل اليوم 3 ملم، وسوسه 2 ملم، والمستير مليمتر واحد فقط. وحبينا نشوفوا زاد حالة الطقس بالنسبة لليوم اللي نلقاو أمطار مؤقتة رعدية متوقعة خلال هذا اليوم بالشمال والوسط ومحالين الجنوب، ومن المنتظر أن تكون أحيانا غزيرة وبكميات هامة بالوطن القبلي وبجهة الساحل، الرياح تكون قوية متواصلة قرب السواحل وبالمرتفعات، النشرات التحذيرية سريعة المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري، والبحر شديد الاضطراب إلى هائج، انخفاض نسبي مرتقب في الحرارة وين تتراوح القصوى بين 9 و13 درجة بالشمال الوسط وبالجنوب الشرقي في حدود 7 بالمرتفعات، وتكون بين 13 و17 ببقية الجهات. ونشوفوا بعض التفاصيل اللي موجودة في نقاط الجمهورية. كالعادة نبدأ بالوطن القبلي، اليوم درجة الحرارة ممكن تسجيلها في قليبة 13 12 في نابل، كيف نص العاصمة 12 13 في كل من بنزرت باجة وجندوبة، 14 في تبرقة، 11 في سليانة، 10 في الكيف وتالا، 13 درجة اللي نلقاوها زادة في القيروان المناطق الساحلية، نلقاو زادة 13 في سوسة والمهدية، المستير 14 15 درجة تسجلها اليوم منطقة صيقس وقرقنا، سيدي بوزيدة 12، قفصة اللي تسجل 15 درجة، كيف جابس وتوزر اللي تسجل اليوم 18 درجة، وقبلي 16 درجة. بالنسبة إلى الجنوب الشرقي نبدأ كالعادة بجربة، جزيرة جربة اللي تسجل 15 13 مدنين، 12 تطاوين و 15 درجة نلقاها في رمادة. بالنسبة إلى الشروق مع 7 و5 دقائق، الغروب مع 5 و52 دقيقة. حالة الطقس اللي ممكن تسجيلها نهار الخميس اللي باش يتواصل الطقس بين 12 إلى 16 درجة في البلاد الحرارة، ومناطق الشمال والشمال الشرقي الشمال الغربي اللي باش تسجل كميات هامة من الأمطار نهار الخميس 9 فيفري. نهار الجمعة كيف زاد باش تواصل الطقس ملائم لنزول الأمطار والغيث النافع في مناطق الشمال، وإن شاء الله يجي تعرف الفلاح بعد ما تصب الأمطار يقول يهنيك الروح، هكا كيف ما يقولوا الفلاح، ان شاء الله ربي يهنيكم بالمطر هذيا المواطنين، وذيا المطر هذيا راهي خير خاصه لهكا الارض العطشانه وهكا الحيوان. يلا ان شاء الله ربي يرحمنا، واحنا نواصلوا معكم كالعاده حتى للعشره تاع الصباح.